فلسطين كانت في طليعة المواجهة لهذه الاستراتيجية، وكانت الضحية المباشرة لهذه الاستراتيجية. في الواقع هي الشعب الفلسطيني في وقوفه وفي صموده خلال 70 سنة اللي فاتت بشكل مباشر، والمئة سنة اللي فاتت بشكل مباشر وغير مباشر، كانت دفاعت عن مصالح هذه الأمة. فهي ليست نصرة الشعوب العربية لفلسطين، يجب التحدث على ما قام به الشعب الفلسطيني نصرة للشعوب العربية ومصالحها. تونس بقيادتها وبزعمائها، يعني الحبيب بورقيبة كان قارئ أساسي للطاقات الكامنة في المنطقة العربية، كان قارئ موضوعي لأهداف الفاعلين الكبار بالساحة الدولية واستراتيجياتهم القادمة، وقدر يقرأهم من الداخل ويخطط لاستراتيجية فعل. وهو فهم كما عبر عنه الرئيس الباجي قايد السبسي، قال لهم تريدوا حل وانتزاع كافة قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة، بوابة الوصول إلى هذا الحل هي إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس. إذن تونس هي الأكثر فهما لجوهر المعطيات في إطار هذه المعادلة الإقليمية والدولية، وهي تنطلق من منطلق نصرتها لذاتها. يعني هي نصرتها للقضية الفلسطينية، تونس تعتبر أنها تنتصر لذاتها التونسية، فهي لا تعتبر حالها تدعم القضية الفلسطينية، هي شريكة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته للدفاع عن وجوده وعن مصالح ومستقبل تونس. فأنا بقول لك تونس هي من أكثر الدول اللي تفاعلت في إطار الجوهر والفعل والعمل، وليس فقط الخطاب مع قضية الشعب الفلسطيني. الدعوة مفتوحة للوسط الرسمي والشعبي والجماهيري لأشقائنا وأهلنا في تونس لزيارة فلسطين وزيارة القدس، وهنالك قبول وجاهزية للقيام بهذه الزيارة، وسوف نسعى في الواقع لأن تتم بأسرع وقت ممكن. يعني هنالك دعوات أيضا لتجمعات رجال الأعمال، هنالك دعوات لجامعات دينية للدراسات العليا، للطلاب، للعمال، لهيئات المجتمع المدني. إن شاء الله هذه ستكون الخطوات العملية اللي ستقوم بها السفارة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله.